أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس. اليوم لدينا درس بعنوان العد بالعشرات لمادة الرياضيات للصف أول ابتدائي. فهيا بنا نتعلم أعزائي الطلاب اليوم العد بالعشرات حتى 100 وكتابتها. فهيا بنا للنشاط التالي: يمكن أن أعد الأشياء واحدا واحدا أو أضعها في مجموعات مكونة من 10 أشياء ثم أعد العشرات. إذا كان يا أبطال لدي هذه المكعبات، وعدد هذه المكعبات يا أبطال هي 20 آحاد، إذن أستطيع أن أعدها يا أبطال واحدا واحدا وعددها 20، أو نضعها يا أبطال في مجموعات مكونة من 10. الآن يا أبطال لو أخذنا 10 من هذه المكعبات ووضعناها في مجموعة أو في عمود، عدد هذا العمود يا أبطال يمثل 10، إذن لدي عمود واحد يا أبطال وقيمة هذا العمود هي 10، ووضعنا يا أبطال 10 الباقية في عمود آخر، وأصبح الآن لدي يا أبطال عمودين، هذا العمود 10 وهذا العمود 10. ثم نعد العشرات. الآن يا أبطال نعد العشرات، هذه كم؟ 10، أحسنتم، ونضيف لها 10 أخرى تصبح 20، إذن نقول 10 20. إذن 2 من العشرات تساوي 20، أحسنتم. إذن العمود الواحد يا أبطال 10 والعمود الثاني 20، أحسنتم. ننتقل الآن للمثال الأول: أستعمل المكعبات وأعد بالعشرات ثم أقرأ العدد وأكتبه. الآن يا أبطال عندي مجموعة من الأعمدة، نحسب الآن يا أبطال عدد الأعمدة: 1 2 3 4 5 6. إذا لدي 6 أعمدة، والعمود الواحد يا أبطال يمثل 10، أحسنتم. إذا لدي 6 عشرات، أحسنتم. العمود الواحد يا أبطال قيمته 10، ممتازين. الآن يا أبطال نعد بالعشرات: 10 20 30 40 50 60. إذن هذه الأعمدة يا أبطال تقرأ 60، إذن 6 عشرات تمثل 60 وتكتب يا أبطال 60، أحسنتم. ننتقل الآن للتدريب الأول: أستعمل المكعبات وأعد بالعشرات ثم أقرأ العدد وأكتبه. كم لدي عمود يا أبطال؟ 3 أعمدة، أحسنتم. والعمود الواحد كم يمثل؟ يمثل 10، ممتازين. إذا لدي 3 عشرات. الآن يا أبطال نعد هذه العشرات: هذه 10 20، أحسنتم، 30، ممتازين. إذا نكتب يا أبطال 30، إذا 3 عشرات تكتب 30 وتكتب بالكلمات في هذا الشكل: 30. إذا يا أبطال 3 أعمدة تمثل 3 عشرات وقيمتها 30، أحسنتم. ننتقل الآن للتدريب الثاني: أستعمل المكعبات وأعد بالعشرات ثم أقرأ العدد وأكتبه. كم لدي عمود يا أبطال؟ ممتازين، لدي 5 أعمدة، والعمود الواحد يا أبطال يمثل 10، إذا لدي 5 عشرات. الآن يا أبطال نعد الأعمدة بالعشرات: 10 20 30 40 50، أحسنتم. إذا 5 عشرات يا أبطال تمثل 50 وتكتب بالكلمات 50. ننتقل الآن للتدريب الثالث: استعمل المكعبات وأعد بالعشرات ثم أقرأ العدد وأكتبه. كم لدي الآن يا أبطال من عمود؟ أحسنتم، لدي 7 أعمدة، والعمود الواحد يا أبطال يمثل 10، إذن
كم لدي من العشرات؟ ممتازين، لدي 7 عشرات. الآن يا أبطال نأتي ونعد هذه الأعمدة بالعشرات. 10، 20، 30، أحسنتم. 40، 50، 60، 70، ممتازين. إذن 7 عشرات يا أبطال تكون 70، وتكتب بالكلمات 70، أحسنتم. ننتقل الآن للمثال الثاني. أكتب العدد فيما يلي. الآن يا أبطال لدي 6 عشرات. 6 عشرات يا أبطال كم عمود؟ 6 أعمدة، أحسنتم. والعمود الواحد يا أبطال كم يمثل؟ 10، ممتازين. إذن 6 أعمدة يا أبطال تمثل 6 عشرات. إذا عدينا يا أبطال الأعمدة بالعشرات كم تساوي 6 عشرات؟ أبطال تساوي 60. إذن 6 عشرات يا أبطال تساوي 60، وتكتب بالكلمات 60، أحسنتم. نأتي المثال الثاني. 9 عشرات. 9 عشرات يا أبطال كم عمود؟ 9، أحسنتم. والعمود الواحد يا أبطال كم يمثل؟ يمثل 10. كم تساوي 9 عشرات يا أبطال؟ ممتازين، تساوي 90، وتكتب بالكلمات 90، أحسنتم. ننتقل الآن للتدريب الرابع. أكتب العدد فيما يلي. لدي 8 عشرات. 8 عشرات يا أبطال كم عمود؟ 8 أعمدة، أحسنتم. والعمود الواحد يا أبطال كم يمثل؟ يمثل 10. الآن كيف نكتب يا أبطال 8 عشرات؟ أحسنتم. 8 عشرات يا أبطال وال8 أعمدة تمثل 80، أحسنتم. وتكتب يا أبطال بالكلمات 80، ممتازين. نأتي للمثال الثاني. 5 عشرات. 5 عشرات يا أبطال كم عمود؟ 5 أعمدة، والعمود الواحد يمثل 10، أحسنتم. الآن يا أبطال 5 عشرات كم قيمتها وكم تمثل؟ ممتازين، تمثل 50. إذن تكتب بالأرقام 50، وتقرأ يا أبطال بالكلمات 50، أحسنتم. ننتقل الآن للتدريب الخامس. تريد سارة أن تعد بالعشرات حتى 100، فبدأت بالعدد 10 وكتبت 8 أعداد في ورقتها. ما آخر عدد كتبته سارة؟ الآن كتبت سارة 8 أعداد في ورقتها. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. سارة بدأت يا أبطال بالعدد كم؟ 10، أحسنتم. إذن نبدأ يا أبطال بالعدد 10 ونكتب 8 أرقام وننظر ما العدد الذي وصلت إليه سارة. الآن نبدأ بـ10. إذن نكتب 10 وتكتب بالكلمات 10. ماذا بعد العدد 10؟ 20، أحسنتم. وتكتب بالكلمات 20. ماذا بعد 20 يا أبطال؟ 30، ممتازين. وتكتب بالكلمات 30. ماذا بعد العدد 30 يا أبطال بالعشرات؟ 40، ممتازين. وتكتب بالكلمات 40. ماذا بعد العدد 40 يا أبطال بالعشرات؟ 50، ممتازين. وتكتب بالكلمات 50. ماذا بعد العدد 50 يا أبطال بالعشرات؟ 60، أحسنتم. وتكتب بالكلمات 60. ماذا بعد العدد 60؟ 70، ممتازين. وتكتب بالكلمات 70. وماذا بعد العدد 70 يا أبطال؟ 80، أحسنتم. وتكتب بالكلمات 80. إذن آخر عدد كتبته سارة يا أبطال هو العدد 80، أحسنتم. ونلاحظ يا أبطال أن سارة عدت بالعشرات. 10، 20،
30 40 50 60 70 80. إذن آخر عدد كتبته سارة يا أبطال في الورقة هو العدد 80. أحسنتم. ننتقل الآن لسؤال التقويم الأول. أستعمل المكعبات وأعد بالعشرات ثم أقرأ العدد وأكتبه. الآن يا أبطال كم لدي عمود؟ ممتازين، لدي 10 أعمدة. العمود الواحد يا أبطال كم يمثل؟ يمثل 10. أحسنتم. إذن كم لدي من العشرات؟ ممتازين، لدي 10 عشرات. أحسنتم. 10 عشرات يا أبطال إذا عديناها بالعشرات كم تساوي؟ ممتازين، تساوي 100. نأتي الآن ونعدها سويا. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. أحسنتم. إذن 10 عشرات يا أبطال تساوي 100 وتكتب بالكلمات 100. ممتازين. ننتقل الآن لسؤال التقويم الثاني. بدأ زيد بالعدد 20 وأخذ يعد بالعشرات ويكتب ما يعده، فكتب 4 أعداد. ما آخر عدد كتبه زيد؟ أحسنتم. الآن يا أبطال زيد بدأ بالعدد كم؟ ممتازين، بدأ بالعدد 20 ويكتب بالكلمات 20. الآن يا أبطال نعد بالعشرات بعد العدد 20. ما العدد الذي يلي العدد 20 بالعشرات؟ ممتازين، 30 ويكتب 30. ما العدد الذي يلي العدد 30 بالعشرات؟ 40. أحسنتم، ويكتب بالكلمات 40. ما العدد الذي يلي 40 يا أبطال بالعشرات؟ 50. ممتازين، ويكتب بالكلمات 50. إذن كتبنا يا أبطال 4 أعداد وآخر عدد وصل له زيد هو العدد 50. إذن 20 30 40 50. أحسنتم. ننتقل الآن لسؤال التقويم الثالث. أكتب العدد فيما يلي. 7 عشرات يا أبطال كم تمثل عمود؟ 7 أعمدة. وكم قيمة يا أبطال 7 عشرات؟ ممتازين، قيمتها يا أبطال 70 وتكتب بالكلمات 70. أحسنتم. ننتقل يا أبطال للمثال الثاني. 1 عشرات. 1 عشرات يا أبطال كم عمود؟ عمود 1. والعمود الواحد يا أبطال كم قيمته؟ 10. أحسنتم. إذن 1 عشرات يا أبطال يساوي 10 وتكتب بالكلمات 10. أحسنتم. تعلمنا أعزائي الطلاب اليوم العد بالعشرات حتى 100 وكتابتها. فإذا أردنا يا أبطال العد بالعشرات فإننا نعد الأشياء واحدا واحدا ونضعها في مجموعات مكونة من عشرات. وكذلك يا أبطال العد بالعشرات يشبه العد بالآحاد. فالعد بالعشرة نبدأ بالعدد 1، والـ20 نبدأ بالعدد 2، وهكذا. إذن يا أبطال إذا أردنا أن نعد بالآحاد فإننا نقول 1 2 3 4 5 وهكذا. وإذا أردنا أن نعد بالعشرات يا أبطال فإننا نقول 10 20 30 40 50 وهكذا. وكذلك يا أبطال نقفز بالعشرات واحدة تلو الأخرى حتى نصل للعدد 100 ونقول 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. إذن يا أبطال هذا يسمى العد بالعشرات. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.